كما أيضا تمتلك الحوض العائم الذي يعد من أكبر الأحواض في العالم. حيث تبلغ حمولته 55 ألف طن ويبلغ طوله 302 متر وعرضه 55 متر ومزود بعدد واحد وينش جانتري حمولة 150 طن وعدد اثنين وينش جانبي حمولة 16 طن. ويبلغ ارتفاع كراسي الارتكاز 2 متر. ارتفاع الغاطس أعلى كراسي الارتكاز 9 متر.